إذن لحظات وينطلق لقاء الدور نصف النهائي الثاني لكأس تونس لكرة القدم 2004-2005 بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. أجواء كبيرة باش تكتشفوها وتراو فيها حاليا في ملعب 7 نوفمبر برادس. كل جمهور حضر طريقة خاصة لحضور هذا اللقاء، لقاء الأجوار واللي يلقب بالدربي. ودائما معنا تشوفوا كل شيء مباشرة، بتبع اللاعبين في أروقة وكواليس حجرات ملابس ملعب 7 نوفمبر برادس. كما ذكرت منذ البداية، غويدو وويلد هابر الدولي السويسري هو سيدير هذه المباراة. وبتبع ننتظر ربما في حسنه كان ثم استجواب قبل دقائق من انطلاق هذه المباراة اللي تستقطب دائما الجماهير لقاية الترجي وفريق النادي الافريقي. بالطبع بشاهدوها مباشره من ملعب 7 نوفمبر برادس بعد قليل، وما زالوا لاعبين ما دخلوش الى عشب ملعب 7 نوفمبر برادس. نذكر منذ اسبوعين في نفس هذا المكان الفريقين تعادلا هدفين مقابل هدفين. بسام اكيد ثم حنين كي ترى الجماهير، تبارك الله. صحيح، هذه اجواء اوروبيه وامريكيه جنوبيه، هي اجواء فيها مشاعر اخرى. تذكرنا كنا لاعبين، لكن زاد فيها حاجات تشرف تونس. ما نساوش روحنا على الفضائيه التونسيه اللي تشاف في كل انحاء العالم وقاعده توري وتقول شحالنا في جمهور ريفر بلايت، وكأن صحيح وكأن في انجلترا ولا في الارجنتين. زاد معناها دور الاجوار هذا كله ماله اللي شرف ويزيد ياكد ويدعم الصوره نتاع تونس ورياضه تونس وتصدر تونس معناتها لكأس الامم الافريقيه. هذا الكل ما يرجع كان مفخره لنا. على كل حسني، يظهر لي عندك جديد في ملعب 7 نوفمبر برادس. لطفي جبار عبد الرحمن، مشكور لبى دعوه على الفضائيه تونس 7. لطفي، لقاء كاس يختلف عن لقاء البطوله. كاس اليوم لازم يخرج فيه واحد من الفريقين يكون متصر، هذاك الفرق بينه وبين البطوله. ضغط كبير ظهر على الفريقين، على الترجي وعلى الافريقي. والله ضغط، مازلنا توا 15 سنه التالي كنا في الضغط هذايا، بعد 15 سنه رجعنا نفس الوضعيه، نفس الحماس، نفس الببليك. ماتش كبير، دربي كبير، ان شاء الله نكونوا منتصرين. وكو بعد التعادل مع قفصه يوم الخميس اصبحت مباراه لانقاذ الموسم بالنسبه للترجي، وما زالت رابطه الابطال طبيعي. هي احنا رزمه توا مترشحين في كاس افريقيا. بالنسبه للبطوله عارفين احنا عندها مده، هي صعيبه شويه، الاطوال ماخذ افونس على الجمعيات الكل. احنا قاعدين نتاو الكاس وحاطين عليه ونزيو عليه وان شاء الله نهزوه. كو يعطيك الصحه سي لطفي. نرجع لك الخط عبد الرحمن، ويبدو لي نجم نمشيو لزميلنا خليفه جبالي. شكرا لك حسني. حسني شكرا لك. نمد الكلمه الى خليفه جبالي ومتابعه طيبه للشوط الاول، النادي الافريقي ترجي ملعب 7 نوفمبر برادس. خليفه. شكرا عبد الرحمن لك ولمحللين بسام ماري وعبد المجيد القبنطيني. سيداتي انساتي سرتي، اوفياء القناه الفضائيه تونس 7 حيثما كنتم داخل حدود الوطن او خارجه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ننقل لكم فيما يلي فعاليات الدور نصف النهائي الثاني لكاس تونس لكره القدم نسخه 2004-2005 بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي في ديربي جديد، هو الخامس عشر على مستوى منافسات الكاس. لنتعرف بعد ساعه ونصف او ساعتين او ربما اكثر على الطرف الثاني للدور النهائي لكاس هذا الموسم، بعد ما تعرفنا على الطرف الاول امس وهو الترجي الجرجيسي الذي وصل الى المباراه النهائيه لاول مره في تاريخه، ونجد له التهنئه بهذا التاهل. اذا ننقل مباراه الكاس التقليديه هذه بعد لحظات، لكن قبل ذلك سامدكم بتشكيلتي الفريقين وسط هذه الاجواء الرائعه جدا امام قرابه 55 الف متفرج، وكما قلتم في الاستوديو اجواء كرنفاليه وكانها في امريكا اللاتينيه، الارجنتين بالتحديد او ايطاليا او المانيا وغيرها من البلدان الشهيره في لعبه كره القدم. قلت اذا التشكيلتان بالنسبه للنادي الافريقي، علي بوميجل في حراسه المرمى، هيام البنزيكي، محمد المكشر، 20 حمدي المرزوقي، 13 وسام بن يحيى، 2 بابتوري، 14 اسد الورتاني، خالد المولي 7، درامان تراوري 21، هشام بن خالد 31، ومحمد السليتي ينزل اساسي اليوم رقم 28، المدرب هو ابن النادي سمير السليمي. هذا بالنسبة إذا إلى تشكيلة النادي الإفريقي الأساسية. التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في حراسة المرمى حمدي القسراوي الذي يعود بعد إصابة جون جاك تيزي، مع جوزي كلايتون، وانيري أوبينا، وجيه الصغير، محمد الجيزاني، جوهر المناري، مراد المالكي، كمال زعير، داميان أودي،
ماركوس دو سانتوس وعصام جمعة. المدرب هو السيد لطفي جبارة بمساعدة العربي الزواوي أو العكس. هذان التشكيلتان الأساسيتان للقاء اليوم الذي سينطلق بعد لحظات من الآن. وأمامنا بنك احتياطي النادي الإفريقي يتركب من خالد عزيز كحارس احتياطي، أسامة السلامي، ماهر زيتون، نبيل المساوي، وليد الهجري، شكري الزعلاني، ومحمد الحاج علي. هذا هو إذن مقعد احتياطي النادي الإفريقي. الآن احتياطي الترجي التونسي رؤوف الرطولي حارس احتياطي مع زياد البحيري، أيمن اللطيفي، سلام القزداوي، العربي جابر، معين الشعباني، وأحمد بن يحيى. طاقم التحكيم لهذا اللقاء سويسري أول مرة في ديربي العاصمة، الحكم الرئيسي غويدو ويلد هابر عمره 43 سنة أمامنا على الصورة، يساعده مواطناه مارتان إيزيلي 41 سنة، والمساعد الثاني هو أرمان بارو 43 سنة. الحكم الرابع من تونس هو الدولي عاطف اليعقوبي، يراقب الحكام محمد الغريبي ويراقب المباراة جمال علوش. ضربة البداية إذن ستكون للترجي الرياضي التونسي اللي مش يلعب على يمين المتفرج على الشاشة. إذن ضربة البداية ستكون للترجي وسط هذه الأجواء الرائعة، يعني مزمار الملعب المنزه كله شماريخ، يعني الطبقة ربما الإسفلتية كلها حمراء وصفراء على اليمين وحمراء وبيضاء على اليسار. إذن الحكم يضبط ساعته مع زميليه ويستعد لإعطاء إشارة انطلاق هذه المباراة كما قلت السادسة عشرة بين الفريقين في سباق الكأس. إذن انطلقت المباراة، ترفع الكرة من وجهه الصغير داخل منطقة النادي الإفريقي إلى الحارس علي بومنيج، ترجع الكرة من علي بومنيج، يتيح السليتي لكن تقطع من جوزي كلايتون. جوزي كلايتون يرفع في العمق، ترجع من حمدي المرزوقي، باب توري، وتتعدى الى جوهر المناري، ثم وجيه صغير يتحول كجناح ايمن، يوزع في العمق فوق العارضة. طيب العملية، محاولة المباغتة من بعيد باعتبار انه الحارس سايفليج الامامنا كان متقدم نسبيا، شاد فوق العارضة بقليل، وهذه هي الاعادة، مباغتة من وجيه صغير فوق العارضة بقليل. ضربة مرمى إذن شنفذها علي بونيجل. علي بونيجل اللي هو أكبر لاعب على الميدان، مولود سنة 1966 بالتحديد 13 أبريل، وأصغر لاعب هو أيضا في النادي الإفريقي لكنه على مقعد احتياطي وليد الهجري اللي مولود يوم 5 مارس 1986. ترجع الكرة إذن برمية التماس لفائدة النادي الإفريقي، واليوم يلعب كظهير أيسر على عكس ديربي البطولة منذ أسبوعين، يلعب كظهير أيسر يامن بن زكري اللي عاوز هذه الخطة. الظهير رمزي التجاني، رمية التماس مرة أخرى تتنفذ درامان تراوري، يرجع إلى الوراء، توزيع في العمق داخل منطقة الجزاء ويقطعها الدفاع. ترفع الكرة نحو داميان أودي مخرج لكن تعدى لكلايتون، وهناك لاعب يصاب من النادي الإفريقي. إذن وسام بن يحيى هو الذي أصيب عفويا مع داميان أودي، وضربة مخالفة لفائدة النادي الإفريقي. وسام بن يحيى هو بنفسه مش ينفذ ضربة المخالفة، نفذ في العمق درامان تراوري، ماذا يفعل تراوري؟ يوزع خارج منطقة الجزاء، وترجع إلى داميان أودي، ولسعد الورتاني يخرج كرة في التماس أمام لسعد الورتاني يحتفل منذ بعيد ميلاده 25 مولود يوم 2/5/1980. جوزي كلايتون، ماركوس دو سانتوس، تتعدى إلى كمال زعيد، خالد المولي، باب توريك،
ورتان يان بالذكر ضغط على حامل الكرة يضطر للتمرير مرزوق اللعب المباشر من مرزوق ارجع من دفاع الترجي في التماس طبعا ما زالت فترة جس نبض وقد تتواصل طويلا باعتبار الحسابات كبيرة فماش حلول وسطى في هذا اللقاء لأنه لا بد من مترشح هذاك علاش ربما ألاحظ كأني بتركيبة الفريقين يطمع عليه طابع الحذر وخاصة النادي الإفريقي يلعب مهاجم فعلي وحيد وهو محمد سليتي لسعد الورتاني نحو درامان وسليتي يمر بالراس ترجع من الدفاع رجعت من محمد الجيزاني وضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي ضربة مخالفة للترجي بعد تدخل لسعد الورتاني مع مراد المالكي محمد الجيزاني أوبيران وريري محمد الجيزاني ترفع داخل منطقة النادي الإفريقي محاولة التسديد وتقطع كرة تقطع الكرة من دفاع النادي الإفريقي ترجع إلى محمد الجيزاني في التغطية خرج كرة رمي التماس لكن الحكم المساعد يعطي ضربة مخالفة للترجي التونسي بعد تدخل درامان تراوري مع محمد الجيزاني محمد الجيزاني اللي ملقى على أرضية الميدان يتلقى الإسعافات قلت بأنه لسعد الورتاني هذا محمد الجيزاني أمامنا لسعد الورتاني من مواليد 2/5/1980 مراد الملك كذلك في هذا الشهر 9/5/75 يعني بعد حوالي أسبوع هو الآخر يعني 30 سنة تماما العربي جابر 25/5/85 أحمد بن يحيى 5/5/85 يعني خاصة اللاعبين الشبان أغلبهم مواليد شهر ماي أو بداية شهر ماي درامان تراوري أمام اللي ارتكب المخالفة لمحمد الجيزاني محمد الجيزاني إذا يتلقى الإسعافات إن شاء الله يعود لاباس سنرى بمرور الوراد هل أثرت الرحلة الشاقة للترجي التونسي والغيابات سواء كان بسبب العقوبات أو الإصابات خاصة فيما يتعلق بمعين الشعبين ولو أنه على مقعد احتياطي هذا هجوم لصالح الترجي ماركوس يتدخل الدفاع وضربة مخالفة ضربة مخالفة ضد حمدي المرزوقي ارتكبها على ماركوس دو سانتوس وتنبيه شفوي إشارة من الحكم كويدو الحبر أنه أنا لدي القرار وفعلا أعطى ضربة مخالفة الحكم كمال زعيم في التنفيذ ينفذ القائم الثاني ياخذ الحارس علي بنيجل تتعدى الكرة الى هشام بن خالد اللي كان في التغطية كظهير ايسر تفتك الكرة بسرعة تمشي سريعة لصالح الترجي مراوغ ثم تمريرة الى كلايتون تتقطع كرة ويتدخل في مناسبتين ويسام بن يحيى في التماس رمي التماس للترجي الرياضي التونسي كلايتون الى داميانو دي وال وسام بن يحيى مرة أخرى حكم يقول ضربة مخالفة في نفس الموقع منذ دقيقة تقريبا كمال زعيم مرة أخرى في تنفيذ ضربة المخالفة ينفذ كمال زعيم وترجع من دفاع النادي الإفريقي لكن ثم مخالفة قبل ذلك ضربة مخالفة لفائدة النادي الإفريقي
علي بوبنيش ارجاع الكره. ما نذكر بطريقه ترشح لكلا الفريقين، ما تجدر الاشاره اليه بالنسبه الى الترجي، وانه كل التصفيات في كتنقلات ضد مستقبل الحمديه في حمام الانف في الدور السادس عشر 6-0، وضد النجم الساحلي في الدور الموالي دور الثمن النهائي 0-0، لكن ضربة الجزاء والقصراوي يومها قام مقابله كبيره ياسر 4-3، وضد اتحاد بن قردان ربع نهائي هدف مقابل 0. اما اليوم فهو يستضيف النادي الافريقي، ولو ان استضافه اجوار ترجع كره للنادي الافريقي. لسعد الورتاني تقطع الكره وضربه مخالفه لفائده النادي الافريقي بعد تدخل وجهه صغير امامنا. هشام خالد اذا هو اخر من تحصل على ضربه مخالفه. محمد الجيزاني يبكي حسرة، فماش لاعب يعني ربما ما يتمناش انه يواصل، ما يواصلش مباراة. والقصراوي ياخذ كرة بسهولة، يعني حقيقة بعض العوامل لم تخدم الترجي خلال الأسبوع، وربما خلال بكاء محمد الجيزاني هجوم صالح الترجي. ومراد المالكي يستعد للتسديد والتوزيع، ترجم الدفاع التاهية والتسديد الجانبية خطيرة من هجوم الترجي التونسي. داميانو دي كانت عملية فيها التحضير والتسديد الأخيرة. إذا هذه إعادة من زاوية أخرى، التحضير من ماركوس دو سانتوس تمر بجانب القائم الأيسر بعد ومتابعة من هيثم جمعة، بل هي حسرة، انما التسديده كانت من النيجيري داميان اودي. اخطر فرصه جاءت في الدقيقه العاشره، اخطر فرصه في هذا اللقاء اذا جاءت في الدقيقه العاشره من المباراه كانذار اول من الترجي التونسي. ترجع كره دفاع الترجي واخف الاضرار. اوبينان وانيري خرج كره رمي التماس، هذه اعاده اخرى ومرت بقليل من داميان اودي ليسجل هدف الافتتاح في لقاء التعادل بين الترجي والقوافل يوم الخميس الماضي. تبقى كل صالح النادي الافريقي، تقطع من الدفاع تعود الكره اذا، والتسديده بعيده. سمير السليمي اذا يوجه ابنائه، بينما تم التعويض الاضطراري فعلا والسيناريو اللي ما حفظوش محمد الجيزاني خلال ملامحه تم اثناء متابعتنا للقطه الخطيره لداميان اودي. اذا تم التعويض بالفعل في الدقيقه العاشره، لان الفرصه ايضا جت في الدقيقه العاشره. معين الشعباني دخل مكان محمد الجيزاني الذي اصيب في لقطة صعود درامات راوري معه. كيف سيتصرف الثنائي لطفي جبار العربي الزواوي بعد هذا التعويض؟ لانه ما هناك اوراق، هذا هجوم لصالح النادي الافريقي. التسديد ويتدخل القصراوي قبل الركنية، يتفادى الركنية محمد الحمدي القصراوي. قلت كيف سيتصرف الثنائي العربي الزواوي لطفي جبار في سيناريو ربما غير منتظر، ولو انه كل شيء منتظر في كرة القدم باعتبار انه مقابلة كأس الأوراق عادة يتأخر استعمالها أو استغلالها في التغييرات. أقصد في هذا الحال رمي التماس للترجي الرياضي، وجهه صغير، ترجع من حمدي المرزوقي في التماس مرة أخرى، محاصرة جسم الصورة اللي كانت أمامكم بين ماركوس دو سانتوس وحمدي المرزوقي. ضربة مخالفة لفائدة الترجي الرياضي التونسي، ارتكبها يامن بالذكري على مراد المالكي. جوزيه كليتر
يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة. موقع حبته هو شخصيا كلاعب يساري. مراد المالكي يرفع كرة الهدف الأول بالفعل. إذن الهدف الأول معين الشعباني هذا الذي دخل منذ دقائق قليلة، دخل منذ 3 دقائق فقط. إذن ماركوس دو سانتوس، إذن ضربة مخالفة كانت عرضية من مراد المالكي وصعود من ماركوس دو سانتوس يتمكن من تحقيق الهدف الأول في هذا اللقاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. وفرحة جماهير الترجي الرياضي التونسي بهذا الهدف. الكرات الثابتة هي سلاح كبير، هي الإعادة. إذن الهدف الأول إعادة من زاوية أخرى، وطبعا رغم المحاصرة ماركوس دو سانتوس يتمكن من ملامسة الرأس قوية صعبة على الحارس علي بومنيجي. وفرحة مقعد احتياطي الترجي الرياضي التونسي وانطلاقة جديدة للقاء. حتى عامل في لقاء الأجور ما هو علمي. تعويض اضطراري سريع، هذه هجوم صحيح الترجي متجدد والتسديد وضربة ركنية. ضربة ركنية بعد تدخل يامن بن زكري. يامن بن زكري اللي ارتكب المخالفة في تركونة طبعا اللي جابت مخالفة الهدف. هذه إعادة أخرى للهدف. ضربة ركنية لفائدة الترجي الرياضي التونسي. وكليتون مرة أخرى اقتحام من هذه الأماكن. كليتون ينفذ ويأخذ عليه بنيجل وبالرأس عالية ضربة مرمى لفائدة النادي الإفريقي. وإن الشعباني كان في اللقطة الأخيرة كرات الثابتة دائما قد تقيم هذا اللاعب. تعود الكرة إذن بضربة مرمى. سينفذها علي بومنيجر. محمد السديتي ما يخرجش. يعود إلى وجه صغير. نقطة للنادي الإفريقي في هجوم معاكس. مرة أولى. ثم تمشي كمال زعيم. يبدل إلى عصام جماع. يفتكها النادي الإفريقي لكن ارتباك. تعود للترجي. جوزي كليتون. داميانو دي. جوزي كليتون. جوزي كليتون. وتمشي كورة. خلف تسلل عميب. رفع يد الحكم كويتو ويلت هابر السويسري الذي أكبر إنجازاته أنه أدار الدور النهائي للقسم الأول في سويسرا. دور النهائي السويسري سنة 2004. جور المناري. جور المناري ضغط من دسعة الورتاني. تتعدى الحمدي المرزوق. وتعود يام بن زكري. خالد المولي. وسام بن يحيى. وسام بن يحيى. وسام بن يحيى. ويتدخل كمال زعيم. يخرج كرة رمي التماس. كان على اليمين وأصبح على اليسار. تحرك كمال زعيم. رمي التماس للنادي الإفريقي. وسام بن يحيى ينفذ قوية. وحمدي القصراوي. كانت الكرة من هشام بن خالد. حمدي القصراوي خطيرة. والهدف الثاني عفوا من دفاع لدى النادي الإفريقي. وماركوس دو سانتوس لا يرفض الهدية. الهدف الثاني لصالح الترجي التونسي عن طريق نفس اللاعب ماركوس دو سانتوس. كان إرجاع كرة أو ربما محاولة صد كرة، ما كانش فمانية إرجاع أو الإعادة بين لنا. هذه إرجاع كرة من حمدي القصراوي. لا أتصور أنه تمرير للحارس بالرأس. وطبعا كان أسبق ماركوس دو سانتوس
متقدم نسبيا، وهذاك الحل نجم يعمله الحارس بومنيجم، فيتمكن إذن ماركوس دوس سانتوس في الدقيقة 18 من تحقيق الهدف الثاني في سيناريو لا أتصور بأن سمير السليمي رآه حتى في المنام، باعتبار أنه ترجي عنده لاعبين أو ركائز غايبين، أذكر وليد عزيز، أذكر الحارس جورج أكتيزيي ولمستين القصراوي، دفاع النادي الإفريقي خطأ وماركوس في شباك علي بومنيجم. تعود الكرة إذن لضربة مخالفة ضد النادي الإفريقي، وربما الإنذار الأول في هذا اللقاء. حمدي المرزوقي فعلا يتوجه له إنذار، إذن ضربة مخالفة لفائدة الترجي التونسي. قلت 14 مباراة كأس في كل الأدوار، 9 انتصارات للإفريقي و5 للترجي، وهذه إعادة للهدف الثاني لماركوس دو سانتوس بعد ربما توزيعة طويلة من حمدي القصراوي. تمكن ماركوس دو سانتوس من استغلال هفوث من دفاع النادي الإفريقي وإسكان الكرة في الشباك، وهدفان للبرازيلي ماركوس روبرتو بيريرا دو سانتوس. حمدي المرزوق كان في محاصرة داميان أودي، ضربة مخالفة، كمال زعيم مرة أخرى. الكرات الثابتة هي السلاح الكبير للترجي التونسي. زعيم ينفذ وفوق العارضة، ضربة مرمى لفائدة النادي الإفريقي. واللقاء اليوم هو بين صاحب رقم قياسي في الإحراز على الكؤوس وحامل أكبر عدد من البطولات وعلينا الأول بالنسبة إلى الكؤوس الترجي الرياضي، وبالنسبة للبطولات قطعا هو الكؤوس والنادي الإفريقي، والبطولات هي الترجي. وأفضل الهدافين سباق كاس وعبد الرحمن رحموني 4 أهداف والطاهر الشايبي 3 أهداف، والبقية تقاربوا، رويسي هدفان، التويتي هدفان، جوبانتيني موجود في استوديو التحليل كذلك سجل هدفين، طارق دياب، فاتو بن يحيى، لاعبان فقط سبق لهما ان تقابلا في ديربي الكاس، حمدي مرزوقي ووليد عزيز، ولو ان هذا الاخير تحت طائله عقوبه الانذار الثالث ترجع كل لصالح الترجي اللي اصبح يلعب براحه اكثر، اسبقيه بهدفين قبل 20 دقيقه، تو 21 دقيقه لا يعني نفسانيا يبدا الفريق يلعب مرتاح. السيناريو هذا حصل للترجي عكسيا في لقاء البطوله منذ اسبوعين، لكن تفاداه، انما يتعاود السيناريو تماما. لكن للطرف المقابل فهل يتمكن الافريقي من قلب المعطيات؟ المقابله ما زالت طويله، والامر بيد الاطار الفني للفريقين. درامان تراوري، درامان تراوري، درامان تراوري، درامان تراوري، تمشي الى هشام بن خالد. هشام بن خالد في حوار وبين انوانيري، والغلبة كانت في الأخير لانوانيري. كمال زعيم، كرة طويل ومتابعة من علي بومنيجل، يرجعها إلى يمن بن زكري، وضربة مخالفة للنادي الإفريقي. فرد المول الذي لم يكمل مباراة البطولة كان أقصي قبل نهاية الشوط الأول. لسعد الورداني، وتتعادى إلى حمدي القصراوي، تغطية من وانيري والشعباني، تعدت الكرة إلى حمدي القصراوي. حمدي القصراوي، هشام بن خالد، هشام بن خالد ومخالفة،
ضربة مخالفة لفائدة النادي الافريقي. هشام بن خالد. درامان تراوري. درامان تراوري يحاول، ما ثمش موسان يرفع كرة. إلى أين؟ قبل أن تخرج ما خرجتش. محمد السليتي. محمد السليتي. محمد السليتي داخل منطقة الجزاء. يحضر لهشام بن خالد والدفاع يتصدى. تسديدة لم تمر من هشام بن خالد. داميانو دي ضغط من بن يحيى. يفكالو بن يحيى ولكن هل يلتحق قبل التماس؟ ورمي التماس لفائدة الترجي في الأخير. تغطية من معين الشعباني. رمي التماس للترجي الرياضي التونسي. جوزي كليت. كمال زعيم. جوزي كليت مرة أخرى. ما تعداش الكرة. محمد السليتي. الحكم يقول مخالفة ضد محمد السليتي. حمدي القسراوي. سيرجع الكرة. تشابه بين الفريقين حيث دعا الترجي يخرج من النادي لطفي جبار. يعود كلود أندري ومثل فعل الافريقي لما استنج بسمير السلي بدلا عن نبيل معلول. عديد النقاط التلاقي بين الفريقين. درامان تراوري. درامان تراوري والحكم يقول ضربة مخالفة ضد النادي الافريقي ضد او انذار. مخالفة وانذار لدرامان تراوري. درامان تراوري اذن ويحتج واحتجاج كلفه انذار. انذار ثاني لحد الان في هذه المباراة. وكلا الانذارين للنادي الافريقي. الانذار الاول لحمدي المرزوقي والثاني لدرامان تراوري. حمدي القسراوي سيعيد الكرة من ضربة مخالفة. حمدي القسراوي. ترجع كرة مرة أخرى والتسديد من داميان. تتعدى إلى زعيم ويتدخل دفاع النادي الإفريقي. ضربة ركنية. تدخل وسام بن يحيى. ضربة مخالفة. ضربة ركنية للترجي. زعيم مرة أخرى. التنفيذ. التوزيع. وترجع من دفاع خالد المولي في وضعية دفاعية إلى محمد السليتي. إلى هشام بن خالد. هشام بن خالد. هشام بن خالد هجوم وعكس. ويتعدى هشام بن خالد. والحكم يقول ما ثم حد شيء. ضربة بل تعود الكرة لحمدي القسراوي. ستة وعشرين دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. في لقاء الدور نصف النهائي الثاني لكأس تونس نسخة 2004-2005. والترجي يتقدم على جارو الإفريقي بهدفين مقابل صفر. سجلهما ماركوس دوس سانتوس في دقيقتين 13 و18. قلت الحكم اللي كان أمامنا الآن هو حكم دولي منذ سنة 2002. أرجع كرة للإفريقي ورمي التماس. درامان تراوري وضربة مخالفة هذه المرة. ضربة مخالفة للنادي الافريقي. خالد المولي. القائم الثاني ياخذها حمدي القسراوي. يعكس الهجوم بيده نحو داميان اودي. محمد المكشر الى الحارس علي بومنيجر. محمد المكشر
ورمي التماس بعد ما استطعت الكرة بماركوس دو سانتوس صاحب الثنائية لحد الآن. وسام بن يحيى درامان تراوري تهرب عليه الكرة داميانو دي عصام جمع عصام جمع يرجع لوجهه الصغير. يتعامل الترجي بتألي مع المباراة وهذه هجمة أخرى خطيرة في القائم الثاني. طليق ماذا يفعل ماركوس يسدد وتخرج من الدفاع كانت خطيرة هي الأخرى ورقة حمراء وضربة جزاء على ما يبدو أكيد ورقة حمراء وضربة جزاء وسام بن يحيى دقيقة 28 كان تعليق ماركوس دو سانتوس وكان الهجوم يوحي بالخطورة ينكمش الترجي للخلف الهجومات المضادة سريعة مساحات فارغة روض الكرة ماركوس في عقله وطبعا تلمس الكرة في اليسرى لوسام بن يحيى وتتحول وجهتها وضربة جزاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. إذن سيناريو آخر قد يعقد أمور النادي الإفريقي. دائما غير المنتظر وغير المتوقع يحدث في مباريات الديربي. إذن ضربة جزاء لفائدة الترجي وكمال زعيم في التنفيذ. كمال زعيم في التنفيذ كمال زعيم يستعد يقدم ويسجل. هل هدف الثالث لفائدة الترجي الرياضي التونسي عن طريق كمال زعيم بضربة جزاء في الدقيقة 30 يعني بمعدل هدف في كل 10 دقائق. كمال زعيم أمامنا يعبر على فرحته بتسجيل الهدف الثالث بضربة جزاء كان وراءها وسام بن يحيى اللي ربما هذاك هو الحل اللي نجم يكون عند هذا الشاب. 3 أهداف مقابل 0 بعد 30 دقيقة فقط سيناريو متميز للترجي الرياضي التونسي وصعب جدا وقاسٍ على النادي الافريقي. خالد المولي هشام بن زكر هشام بن خالد يرفع كره في العمق هشام بن خالد وحمدي القصراوي يتيح ترجع من الدفاع. ماذا يقول الحكم؟ قد يعطي مخالفه لحارس المرمى حمدي القصراوي. ضربه مخالفه لفائده الترجي الرياضي التونسي. ضربة مخالفة لفائدة الترجي الرياضي التونسي إذا تغيرت النتيجة وأصبحت 3 أهداف مقابل 0 لفائدة الترجي الرياضي. والورقة الأولى شكري الزعلاني يقوم بالحركة التسخينية رقم 24. هل تبين؟ مش تبين. الظهير الأيمن الذي دخل أساسيا أقصي وسام بن يحيى وبالتالي فالرواق الأيمن يفكر فيه سمير السليمي مدرب الإفريقي. ضربة مخالفة إذن باش ينفذها الحارس حمدي القصراوي. ترجع الكرة من حمدي المرزوقي بل خالد المولي وضع ظهير أيمن في التغطية على المكان اللي خلاه وسام بن يحيى بعد إقصائه. إذا تغيير زوز تغييرات ربما مع بعضهم. مونتاج مكان 31 يعني هشام بن خالد ياخذ مكان نبيل المساوي. و24 اللي هو شكري الزعلاني
مكان لسعد الورتاني. ضربة مخالفة لفائدة النادي الافريقي. ترفع الكرة نحو سليتي لكن تقطع من دفاع الترجي. شات الكرة من وجهه الصغير إلا أوبينان وانيري إلى جوهر المناري يقود فريقه يعني بحنكة في الخروج من الكرة وتدرج بها من الخلف. ترجع كرة للنادي الافريقي. باب توري مرة أولى ثم مرة ثانية افتكى. ما ثمش مخالف في تقدير الحكم السويسري غويدو ويلهابر. خالد المولي يتغير إذن الرسم الزعلاني على اليمين. وكلاعب رواق يرجع على الجهة اليسرى. رومان باب توري نفذ التماس للترجي وتقطع وما ثمش تسلل. باقي الهجوم صالح النادي الافريقي. التمرير وتفتك الكرة على درامان تراوري. تفتك الكرة من درامان تراوري. وما ثمش مخالفة لكن تعود المخالفة. كان في الأساس أعطى الأسبقية للترجي لكن وجيه صغير ارتكب المخالفة بعد ما ربما اعطى الحكم حقه. فكانت المخالفة للترجي اصبحت الافريقي. ترجع كرة للنادي الافريقي وتسديدة ضعيفة من يامن بن زكري. يامن بن زكري يقعد على الرواق الايسر بينما الزعلاني يولي على اليمين. وضحى المدرب سمير سليم بلاعب وسط ميدان ولسعد الورتاني. هذا هجوم اخر صالح الترجي ولكن يتدخل الدفاع. يان بن زكري يان بن زكري ورمي التماس لفائدة الترجي الرياضي التونسي. اتنفذ من اليمين لليسار كلايتون. كلايتون تمريرة فنية لدامينو دي راوغ. تعدى ماركوس دو سانتوس ثلاثية مرة أولى ثم مرة ثانية ويتدخل الدفاع في التماس. رمي التماس تدخل من يامن بن زكري. داميان اودي نرجع له مرة أخرى. داميان اودي والبرة ضايع. توزيعة اودي ما خلطش عليها عصام جمعة. هاي الإعادة مرة جانبية. إذا كان سمير السليمي لعب ورقة هشام بن خالد ولم تنجح بالمر فإن ورقة داميان اودي وتغيير رسم على مستوى الهجوم والوسط بالنسبة إلى عصام جمعة في موقع اليوم الجديد هو اللي أعطى أكله لحد الآن. قلق ياسر عصام جمعة محور دفاع النادي الإفريقي. فرجع كرة إلى الدفاع نوانيري. شعباني معين الشعباني كلايتون. شعباني ما عندوش النادي الافريقي الاليات للضغط باعتبار التاخر في النتيجه والنقص العددي بعد اقصاء وسام بن يحيى في الدقيقه 29. باب توري باب توري محمد المكشف يام بن زكري. باب توري تهرب عليه كوره لكن يعاود يفتك. باب توري درامان تراوري درامان تراوري لم يقدم ربع ما قدمه في لقاء البطولة. ميساو ميساو نبيل ميساو في محاولة فردية. نبيل ميساو نبيل ميساو حاضر لتراوري. تراوري ماذا يفعل؟ يحاول يبعد والحكم يخلي اللعب. ما تمش مخالف. تمشي الكرة إلى مراد الملك. مراد الملك مراد الملك ترجع إلى وجيه الصغير. وجيه الصغير جات من جوهر المناري إلى مراد المالكي إلى كمال زعير. بل وجيه وجيه الصغير ترفع الكرة ترجع من الدفاع تمشي للمولي.
الى توري، توري يوزع كليت في الاعتراض، كليت والتوزيع وثم تسلل، ثم تسلل ضد الترجي التونسي ضد عصام جمعة. أمامنا على الصورة عصام جمعة، إذن ابتسامة فيها كثير من المعاني. ترجع كرة للخالد المولي، مرزوقي، تراوري، لاعبون افريقي، حتى اللاعبين اللي يشغلوا مواقع اماميه مضطرين في غالب الاحيان كما تراوري الان للعوده للخروج بالكره. نوانيري وسليتي وضربه ركنيه، بل ضربه مرمى يقول، ضربه مرمى الحكم السويسري يقول غويدو ويلد هابر، ضربه مرمى للترجي الرياضي التونسي. بينما محمد السليتي كان يطالب بضربة ركنية. حسام جمعة اللي كان أمامنا. ورود في 28/1/1984. حسن أداؤه في الأسابيع الأخيرة بالخصوص. كمال زعيم. كمال زعيم تتعذر المرزوق. تغطية يخلي الكرة تخرج. ضربة مرمى للإفريقي. قلت شاب على مستوى التسيير الفني. ونقطة التقاء أخرى، فالفريقان فقدا حظوظهما في سباق البطولة مع نفس المنافس خواف القفصة بالتعادل مع كل فريق في الأسابيع الأخيرة. فرنجي بالنسبة منذ 3 أيام فقط، إنما نادي إفريقي منذ أسبوعين تقريبا بالتعادل. قلت منطقيا مش حسابيا. ترجع الكره اذا بضربه مخالفه لفائده النادي الافريقي. تنفذ بالمكشر، ارجع من دفاع الترجي، شعباني، مالكي، ثم تعود من مكشر الى وجهه صغير. 40 دقيقه لعب، الترجي متقدم بثلاث اهداف مقابل صفر على جاره النادي الافريقي. يمشي كل كمال زعيم، زعيم، كمال زعيم يستعد التسديد، التحضير، التسديد وترجم الدفاع ركنية من المرزوقي. ضربة ركنية أخرى للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة إلى التصويت انتهى التصويت بالنسبة إلى نتيجة الشوط الأول. ضربة ركنية أخرى وكليتون مرة أخرى في التنفيذ للترجي. المحاصرة لم تكن بالفاعلية الكبيرة. التوزيع ترجع من الدفاع، محاصرة من مرزوق لسانتوس وترجع كل زعيم. مؤطرة تسديد، ضربة ركنية. باهي تسديدة كمال زعيم. سيطرة واضحة في هذا الشوط الأول للترجي الرياضي. ترجع إذن ضربة ركنية أخرى. ضربة ركنية للترجي الرياضي. إلى الجهة الأخرى بعد محاولة كمال زعيم. تتنفذ الركنية وتبعد الكرة من حمدي المرزوقي إلى ركنية أخرى. كلايتون ضربة ركنية للترجي الرياضي التونسي.
التنفيذ وتتعدل التماس مع تدخل مرزوقي مرة أخرى. نفذ التماس طويلة ويأخذها الحارس علي بومنيجل، كان في الموقع المناسب بعد تسديدة داميان على ما يبدو. أودي ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، ضربة مخالفة للنادي الإفريقي، قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. وهكذا ارتباك مرة أخرى، تعود كرة سرعة الترجي الرياضي. عصام جمع وضربة ركنية للترجي أخرى، ضربة ركنية لفائدة الترجي الرياضي. كان خالد المولي في التغطية، وترجع ضربة مرمى باعتبار أنها لما نفذت كانت فضائيا خارج الميدان. ضربة مرمى للنادي الإفريقي والوقت بدل الضائع، 3 دقائق وقت بدل ضايع أشار بها الحكم الدولي التونسي عاطف اليعقوبي. وماذا يقول الحكم بعد التدخل الأخير؟ بابتوريه اللي يسقط على الأرضية أمام نيبول، درامان تراوري، حمدي المرزوقي، يرفع حمدي المرزوقي داخل منطقة الجزاء، محمد السليتي، تقطع من دفاع الترجي. إلى أين؟ يبدو ركنية، بالفعل ركنية إذن لفائدة النادي الإفريقي. وهي الركنية الأولى بالمناسبة لفائدة النادي الإفريقي. فهد المولي يستعد إذا تنفيذ ضربة الركنية، وحوار بينه وبين أحد ملتقطي كرة اللي هما طبعا من الترجي الرياضي. تتنفذ إذن وتتعدى ضربة مرمى لفائدة الترجي الرياضي. حمدي المرزوقي ومحمد ونبيل المساوي ضايق بعضهما عن غير قصد طبعا. ضربة مرمى للترجي الرياضي التونسي، حمدي القسراوي يستعد لتنفيذ ضربة المرمى، نفذها. تمشي بابتوري يامن بن زكري، خالد المولي تقطع عليه الكرة، تعدى الوجه الصغير ثم إلى أوبينان وانيري والقسراوي. حمدي القسراوي، حمدي المرزوق، من حمدي إلى حمدي، خالد المولي بعيد على تراو، تقطع زعيم، قطعت بطريقة فنية من وجهة صغير، تتعدى إلى داميان أودي، كلايت، ماركوس دو سانتوس، ماركوس ومسك في إنذار قد يكون مجاني باعتبار أنه ثم ستار دفاع النادي الإفريقي من نبيل المساوي، مسك من القميص، إنذار، ما فيش حتى كلام، فلما النقاش من نبيل المساوي؟ إنذار لنبيل المساوي.
وفي هذه اللحظة يرى الحكم السويسري غويدو ويل هابر على انتهاء الشوط الأول بين الترجي الذي التونسي والنادي الافريقي بتقدم الترجي بثلاثة أهداف مقابل صفر، ثنائي ريماركوس دو سانتوس بدقيقتين 13 و18، والهدف الثالث سجله كمال زعيم بضرب الجزاء في الدقيقة 30. إلى استوديو التحليل مع زميلي عبد الرحمن وضيفيه عبد المجيد قبنطيني بسام ماهر، إلى اللقاء. شكرا عبد الرحمن. سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا ننقل لكم فعاليات الشوط الثاني من مباراة الدور نصف النهائي الثاني بين الترجي التونسي اللي يهاجم حاليا والنادي الافريقي، وبالراس داميان فيد الحارس بومنيجل. قلت اذا الشوط الاول انتهى بثلاث اهداف مقابل صفر للترجي. سجل الاهداف ماركوس دو سانتوس في مناسبتين في دقيقتين 13 و18، وفي دقيقه 30 دعم النتيجه كمال زعيم بضربه جزاء. اذكر كذلك بالتشكيلتين، النادي الافريقي مثل علي بومنيجل، وسام بن يحيى اقصي في الشوط الاول دقيقه 29، يامن بن زكري، حمدي المرزوقي، محمد المكشر، الاسعد الورتاني ترك مكانه لشكري الزعلاني، باب توري، درامان تراوري، خالد المولي، هشام بن خالد في نفس التوقيت 31 ترك مكانه لنبيل مساوي ومحمد السليتي. الاحتياطيون في تشكيله النادي الافريقي خالد عزيز، بل بقيه الاحتياطيين خالد عزيز، اسامه السلامي، ماهر زيتون، وليد الهجري، ومحمد الحاج علي. الترجي مثل حمدي القصرى، وجه الصغير جوزي كلايتون، اوبينان وانيري، محمد الجيزاني اضطراريا غير في الدقيقه 10 من الشوط الاول بمعين الشعباني، جوهر المناري، مراد المك، كمال زعيم، داميان اودي، ماركوس دو سانتوس، وعصام جمعه. الاحتياطيون في تشكيله الترجي عبد الرؤوف رتولي حارس احتياطي، مع امين الطيب، معين الشعباني، سلام القزداوي، احمد بن يحيى، زياد البحيري، والعربي جابر. اللقاء هذا يدير ثلاثه تحكيم من سويسرا، غويدو ويلد هابر حكم ساحه، المساعد الاول مارتان اوزيلي، المساعد الثاني ارمون بارو، الحكم الرابع عاطف اليعقوبي من تونس، ويراقب اللقاء محمد الغريبي. اذا قرابه دقيقتين منذ انطلاق هذا الشوط الثاني، وضربه مخالفه للنادي الافريقي. خالد المولي يوزع المولي وياخذ الحارس بكل راحه حمدي القزراوي. يرجع الهجوم معاكس لصالح الترجي. هل يلتحق اودي؟ وضربه مخالفه لدفاع الافريقي. ضربه مخالفه لدفاع الافريقي. وحوار بين داميان اودي ودفاع الافريقي. وينادي له حكم سويسري. وتنبيه منه. ضربة مخالفة للنادي الافريقي. شكري الزعلاني يستعد لتنفيذ نفذة عرضية مع حمدي المرزوقي. شكري الزعلاني مرة أخرى. يتوه الكرة نحو درامان تراوري. ويتدخل الشعباني في التماس. بابتوري تراوري. وضيع الكرة على هجوم الافريقي. بل على شكري الزعلاني بالتحديد. يعاود يفتك الكرة الزعلاني. الزعلاني الزعلاني يوزع لكن في منطقة فيها نواني، بل نوانيري فعلا. ترجع كرة للإفريقي. المساوي المساوي تراوري تتعدى الكرة. هل يلتحق؟ التحق فعلا. التوزيع وإذا دخل دفاع الترجي. ثم تعود إلى عصام جمعة اللي خير يرجع للوراء. كليت يرفع كليت وهروب من عصام جمعة، يهرب على الكشف، وجه لوجه، بدا يفعل، يسدد جانبيه جانبيه من عصام جمعة. سرعه كبيره لهذا اللاعب، كانت الكره اقرب للمكشف ومع ذلك فعل الكره وتجاوزه كما تشاهدون في اللقطه في لقطه الاعاده كانت جانبيه. درامان تراوري ياخذ كره بالراس. أرجع من الدفاع الترجي إلى ماركوس ولمسة يد ضد ماركوس دو سانتوس لمولي توري. درامان تراوري مولي من جديد، المولي من جديد، بن زكر إلى درامان، واحد اثنين مع المولي، وتمريرة في العمق تتعدى درامان، يحاول التوزيع ويتدخل الدفاع. يتدخل وجهه الصغير. ضربة ركنية الأولى في هذا الشوط الثاني والثاني للإفريقي قبل يبدو ستة ركنيات للترجي الرياضي.
ضربة ركنية ينفذها المولي، ترجع في القائم الأول من دفاع الترجي، ويسمح الهجوم المعاكس بعد تدخل المكاشر والهجوم معاكس، وثم تسلل من درامان تراوري، ثم تسلل، ثم رفع راية، إذن ثم تسلل ضد درامان تراوري اللي واصل العملية. حاب يوزع في اتجاه القائم الثاني وين موجود محمد السديتي، لكن كان ثم تسلل محمد السديتي بالمناسبة، يعود أساسيا بعد أن لعب النصف الثاني من الشوط المباراة الثاني في البطولة. ولا لوم على مهاجم الإفريقي باعتبار أنه ما جاتش كرات عديدة. هذا اللاعب لعب مباراتين ضد الترجي في الديربيات في البطولة بالأساس هذه الثالثة، وسجل في كلا المباراتين. الكرة الثالثة قلت لعب فيها حوالي 10 أو 15 دقيقة ولم يسجل، هذه الرابعة لكن هي مباراة كأس. حمدي القصراوي سينفذ مخالفة التسلل، شكري زعلان يأخذها بالرأس، واصطدام بين شكري الزعلاني وعصام جمعة على ما يبدو، ويبقيان على أرضية الميدان. هذا هو شكري الزعلاني، بينما عصام جمعة يبقى على أرضية الميدان، إن شاء الله يقوم لباس هو الآخر. عشنا سيناريوات في لقاءات الثلاثة في هذا الموسم، فالذهاب كان الافريقي على الورق افضل باعتبار الانتدابات الكبرى، ولكن الترجي دخل بقوه وانتهى اللقاء بالتعادل. كان تعادل مفيد للافريقي باعتبار او نظرا للسيطره الكليه للترجي في ذلك اللقاء. في لقاء العوده كان على الورق الترجي افضل، لكن الافريقي كان افضل على حقيقه الميدان، وهذا سيناريو ثالث اللي يثبت القاعده باعتبار الفريق والآخر مرتح من لعبية، والترجي عنده الإصابات عنده الإقصاءات، ومع ذلك زاد سيناريو آخر دقيقة العاشرة لإصابة الشعبية. هذا هجوم آخر ويأخذها الحارس بونيجل، بل عصام جمعة الذي أقلق كثيرا راحة محور دفاع النادي الإفريقي. قلت على الورق علاش، لأنه ظروف هذه كرة أخرى معاكسة من محمد المكشر إلى هجوم الترجي. ماركوز، ماذا يفعل ماركوز؟ ثم غلق منافذ أمامه، وبالفعل توري في التغطية وضربة مخالفة للنادي الإفريقي. قلت بالنظر إلى مستجدات على مستوى الرصيد البشري للفريقين، كربما أني أن المقابلة ستكون صعبة على الفريقين وأصعب على الترجي، فحدث العكس. هذه هي إذن سيناريوهات لقاءات الأجوار مش في تونس فقط، في كافة أنحاء العالم. ترجع كرة الترجي، ورد الماكي، المناري، ماركوس يحاول يعكس الهجوم على الماكي اللي يخلط يوزع رغم صعوبة الكرة وسرعتها. زعلان شكري الزعلان يرفع نحو تراوري، ياخذها بالراس في اتجاه المساوي، لكن المساوي قد لا يلتحق قبل التماس، والمسها الشعباني في التماس تتنفذ بسرعه داخل منطقه الجزاء، ويتدخل الحارس القصراوي ويبعد الكره، بينما وقع سديتي ارضا. ترجع الكره اذا بضربه مرمى لفايت او ضربه مخالفه، ضربة مرمى لفايد الترجي الرياضي. ينقص نسبيا جمهور النادي الافريقي. ولو انه قام بما يعبر عنه بخرجة الشوط الثاني رغم تقدم الترجي عليه بثلاث اهداف مقابل صفر، اللي كان مسطر نفذه جمهور الافريقي، شان الترجي اللي حضر لافته ثانيه في هذا الشوط الثاني، ومهرجان فرجوي كبير ياسر
في المدارج. هذا هجوم لصالح الافريقي. المساوي حب يراوغ ولكن تبعد عليه الكره. يتصدى لها دفاع الترجي. ترجع الكره لصالح النادي الافريقي. فابتوري زعلاني زعلاني. الحكم يعطي الاسبقيه. تراوري ليتي لكن تبعد من الدفاع في التماس. ابعدت الكره في التماس. وشفت الشعباني يعمل في اشاره للتعويض. اكيد لاعب عنده تمطط عضلي ربما هذاك الوقت المخصص له من طرف الاطار الطبي للعب. قاعد نشوف فيه يطلب في التعويض حتى لا تحصل له مضاعفات فيما تبقى من هذه المباراه. باش يصغير مراد المالكي ويعطي الافضليه المساعد الاول لعصام جمعه لانه ما تمش تسلل ولكن الكره كانت في التماس بعيده على عصام جمعه. ينبزك المولي يرجع المولي في التماس. ضغط النتيجه ضغط الوقت ضغط النقص العددي. النادي الافريقي طبعا يلعب نقص تركيز. صغير رجعها للمناري ترجع للصغير. واجي صغير 1-2 يقطعها الدرامان تراوري من يمن بن زكري الى محمد محمد السليتي نحو محمد السليتي داخل منطقه الجزاء. يتيح والحكم يقول ما فما حتى شيء. احتكاك ما فيه حتى مخالفه للمساوي. ترجع الكره يمن بن زكري الى باب توري. باب توري تفتك من الكره دون ارتكاب مخالفه لكن يعاود يفتكها هو الاخر. يراوغ يحافظ على كورته. حمدي المرزوقي. محمد السليتي ياخذها بالراس لكن في دين الحارس او عند الحارس حمدي القصراوي. اكثر من 11 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني. الترجي يتقدم بنتيجه الشوط الاول 3-0. ثنائيه لماركوس دو سانتوس في دقيقتين 13 و18 وفي دقيقه 30 كمال زعيم دعم هذه النتيجه بهدف ثالث بضربه جزاء كانت مسبوقه باقصاء لوسام بن يحيى. تقطع الكره من كلايتون يحاول يفتك درامان تراوري وتمشي تماس للترجي الرياضي. عصام جمعة كلايتون كلايتون ترفع الكرة إلى ماركوس ماركوس قدام بن زكري ماركوس ترجع الكرة من اليسار لكلايتون يحضر للتسديد يسدد ترجع من الدفاع رجعت من زعلاني إلى توري تراوري مراوغة ممتازة من دراما تراوري نحو سليتي لكن أطول للحارس القصراوي بل المساوي بعيد عليه. كانت مراوغة طيبة جدا من درامان تراوري ربما اللقطة الوحيدة الفنية التي تحسب لهذا اللاعب في هذا اللقاء على عكس لقاء البطولة. مناري كلايتون كلايتون عصام جمعة عصام جمعة براحة كبيرة عصام جمعة يسدد عالية ضربة مرمى لفائدة النادي الافريقي. ضربة مرمى لفائدة النادي الافريقي وفعلا التعويض الثاني في صفوف الترجي الرياض. معين الشعباني سيأخذ مكانه زياد البحيري ليتغير الرسم بطبيعة الحال. أحد من الاثنين إما صغير أو المناري يرجع للمحور صاحبة ونيري. لأنه يعني في كل الحالات ما نصورش البحيري باش يلعب في المحور. ننتظر رسم داخل الميدان يتعرف كيف ستركب محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. إذن زياد حسب الرسم قاعد في المحور. إذن تعويض مركز بمركز نفس المركز. ترجع كرة إلى بومنيج جاته من قلب الدفاع حمدي المرزوقي تمشي مضادة إلى جوهر المناري ثم مراد المالكي وجهه الصغير اللي قعد على رواق الأيمن بالفعل. تتعدى الكرة إلى حمدي المرزوقي
حمدي المرزوقي، بينما يقعد المولي على ارضيه الميدان والهجوم يسار للفريق عن طريق دراما تراوري. راوغ بدا يتحرك افضل تراوري في هذا الشوط الثاني في القائم الاول، والحارس القصراوي بل محمد السليتي اللي بيدو يعني يساهم في حبك الهجمات المعاكسه، لانه مد الكره داميان اودي تقطع من الدفاع، ترجع لداميان زعيم المناري، زعيم لاعبا ارتكاز متكاملان، كلايتون ثم تسلل، واضح التسلل من داميان اودي، تسلل ضد الترجي الرياضي التونسي. ربع ساعه لعب بالضبط في هذا الشوط الثاني، والترجي يتقدم على الافريقي بثلاث اهداف مقابل صفر في الدور نصف النهائي لكاس رئيس الجمهوريه في نسخه 2004-2005. وسنتعرف على من سيصاحب الترجي الرياضي الجرجيسي الى الدور النهائي لهذه الكاس. في الوقت الحالي الترجي الرياضي التونسي، درامان تراوري، باب توري، درامان تراوري، باب توري، يساو تعدى الكور تمشي لها داميان اودي، اودي كمساعد ايسر للهجوم، تتعدى الكور الافضليه للهجوم باعتبار ما خسرش الكره الترجي الرياضي. كلايد مناري، حاير مناري الى وجيه، وجيه صغير يتعدى لعصام جمعه، ترجع لوجيه صغير وتتعدى الكره الى الحارس علي بومنيجل. زعلان توري، توري تراوري، تراوري درامان تراوري يبدل من اليسار لليمين الى يمن بن زكري، بلا شكر زعلان يوزع وترجع الكره ضربه مرمى لفائده الترجي الرياضي، ضربة مرمى لفائدة الترجي التونسي. محمد السليتي افتقد توازنه في الصعود وكانت كرة طويلة عليه نسبيا. داميان اودي قدم مباراة طيبة لحد الآن على رواق الأيسر لوسط ميدان الترجي الرياضي، قام زوز أدوار التغطية على كلايتون وحبك الهجومات على الجهة اليسرى صاحبة عصام جمعة. عصام جمعة عنده كرة حاليا، مالكي ترجع له من ماركوس، يبدل داميان اودي، داميان اودي يحضر لزعيم، ترجع من دفاع الافريقي نحو تراوري، تراوري يطيح وضربة مخالفة لفائدة، وينادي على المناري الحكم ماذا يقول، يقول لا تم مخالفة قبل للنادي الافريقي في منطقته قبل الاحتكاك بين المناري وتراوري. تمشي الكرة دمانة توري، توري 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 ترجع توري، يا من بزك يا من بزك، مولي يوزع لمولي ويتدخل الدفاع، ضربة ركنية من وانيري، وانيري يرجع كرة ضربة ركنية لفائدة الافريقي، والافريقي نسبيا افضل في هذا الشوط الثاني من حيث المردود، لكن يبقى مش افضل من الترجي في المردود العام للمباراه، انما بالقياس مع ذاته النادي الافريقي افضل في هذا الشوط الثاني، لانه في الشوط الاول تقريبا لم يقدم شيئا يذكر. المولي في تنفيذ ضربه الركنيه الثانيه للافريقي في هذا الشوط الثاني. اذا تعويض ثالث واخير، داميان اودي يدخل مكانه احمد بن يحيى، هو الاخر مواليد هذا الشهر 5 ماي 85. داميان اودي هو الذي خرج واستوفى اذا الترجي التغييرات الثلاثه باعتبار خروج الجيزاني وتعويضه بالشعباني وخروج هذا الاخير حتى لا تحصل له مضاعفات صحيه باعتبار انه راجع من اصابه تستوجب الراحة بما أن تمطط عضلي. إذا تعويضين في تعويض بالنسبة للشعباني، وأخيرا الشعباني قد تعوضه البحيري، وبن يحيى أخذ منذ لحظات مكان داميان أودي
في الدقيقة 65 تقريبا. إذا تعود الكرة برمي التماس لفائدة النادي الإفريقي وشكر الزعلاني في التنفيذ. الزعلاني يرجع نحو سليتي ما ياخذهاش بالراس، تقطع من المناري لكن تبقى للإفريقي عن طريق يمن بن زكري قائد الفريق خالد المولي. خالد المولي تمرير في العمق بعيدة، ترجع من دفاع الترجي من كليتون بالتحديد، ورمي التماس لفائدة النادي الإفريقي. تمشي كرة إلى شكري الزعلاني، شكري الزعلاني ورمي التماس للإفريقي. إذا كان نتائج العريضة موجودة بين الفريقين على مستوى البطولة فإنها نادرة في سباقات الكأس. أتذكر شخصيا لقاء عام 83 بين الفريقين 3-1 الإفريقي، لكن بعد حصص إضافية، إنما 3-0 4-0 في الكأس لا أتذكر ذلك. رمي التماس للنادي الإفريقي تتنفذ، وسليتي براس ضربة مرمى لفائدة الترجي الرياضي التونسي، بل مساوي مساوي 18 إنما سليتي 28. حمدي القصراوي يستعد لتنفيذ ضربة المرمى، بينما جمهور الترجي لم يكف عن التشجيع والهتاف والأهازيج، ما فضلش مناسبة من هذه وهو متقدم 3 أهداف مقابل 0 فريقه حتى يعبر عن فرحته، وهي من حقه طبعا. ترجع كرة الترجي مرة أخرى، التوزيع ويفتك جمع، خروج غير محسوب من بومنيجل، محاولة التسديد في المرمى، شاغره بقدمي مرة أولى ثم مرة ثانية بقدمي بومنيجل، يدارك هافوتو، يدارك هافوتو بومنيجل، باعتبار خروجه كان متأخر، ومراوغة طيبة من تراوري يعكس الهجوم لصالح النادي الإفريقي. دراما تراوري إلى خالد المولي، سنعود للقطة الأخرى، نبقى في المباشر، المولي إلى توري، توري وزع نحو تراوري، تراوري يراوغ رغم سقوطه داخل منطقة الجزاء، يوزع وقصراوي يتألق على مناسبتين، وما ثماش ضربة ركنية. لقطة سريعة من الإفريقي كانت مسبوقة بفرصة هدف للترجي. حقيقة الإفريقي كما قلت تحسن في الشوط الثاني، رغم أنه كان هدف محقق للترجي رابع، قطعت الكرة بقدمي الحارس بومنيجل وتحولت لهجوم محبوب خطير. العملية بداها تراوري، واللمسة الأخيرة مدها تراوري للمولي، ولكن تزيدها الأخير كما تشاهدوا حولها الحارس القصراوي، بل لم يحولها لأنه التحق بها قبل الخط أو على الخط. تعود الكرة إذن من علي بومنيجل، وهذه إعادة أخرى للكرة اللي ضاعت على الترجي قبل كرة المولي، ورمي التماس لفائدة النادي الإفريقي. هربة مخالفة للنادي الإفريقي بعد تدخل زياد البحيري. حيري اللي خذا مكان الشعب دقيقة 60. ضربة مخالفة إذا الزعلاني يمشي نفذها. ينفذ الزعلاني وما ياخذهاش تراوري، تتعدى للقائم الثاني في مساحة فيها مدافع الترجي، ويتدخل خالد مولي، خرج كرة تماس. منين تحول إلى هجوم سريع ويأخذها المولي. كان أحمد بن يحيى آخر من سدد، هذا اللاعب قصير القامة ولكنه عنده فنيات عالية. أحمد بن يحيى كان آخر من دخل مكان داميان ودي، قد يكون انذار لوجهه الصغير بالفعل.
بعد تدخله مع درامان تراوري. أول إنذار في صفوف لاعبي الترجي في وجهه الصغير. إعادة للتدخل اللي كلفوا إنذار وجهه صغير، بينما الإنذارات في الصفوف الإفريقي لحمدي المرزوقي ودرامان تراوري. نذكر كذلك اللي التحقوا بنا في مشاهدة هذا اللقاء بأنه وسام بن يحيى أقصي في الدقيقة 29، الإقصاء هذاك كان طبعا إثر لمسة يد على خط المرمى، وكان جاب ضربة جزاء حولها. هذا هجوم لصالح الإفريقي بالرأس، ترجع من الدفاع تراوري وضربة ركنية للإفريقي. قلت كان كلفوا إقصاء تدخله باليد وضربة جزاء حولها كما قلت كمال زعيم لهدف ثالث للإفريقي. تتنفذ ركنية أرضية وتعود من دفاع الترجي في التماس، وتغيير هو الآخر ثالث وأخير. إيام بن زكري سيترك مكانه لأسامة السلامي. إذن مدافع يخلي مكانه لاعب وسط ميدان هجومي. تقريب الكل في الكل الآن. أسامة السلامي في الدقيقة 71 هذا مكان يام بن زكري. حمدي المرزوقي طبعا ضغط النتيجة والوقت والنقص العددي ولد في بعض الأحيان قلة التركيز في مكورة هذه السهلة. ضغط على الحمدي المرزوقي ضربة ركنية. نفذ ركنية التوزيع ويأخذ الحارس علي بن ميجل. درامان تراوري وتدخل مراد المالكي اللي عائد من بعيد يخرج كرة تماس. المالكي اللي يحمل شارة القيادة بعد خروج معين الشعباني، هي كانت عنده في البداية ثم رجعت له ثم مشات للشعباني لما دخل مكان الجيزان ثم عادت إليه من جديد. هذا هجوم صار الفريق خطير، وماذا يقول الحكم؟ لا شيء، يقول لا شيء. تقطع الكرة من الزعلاني لكن تمشي في التماس. كان هجوم خطير لصالح النادي الافريقي والحكم امر بمواصلة اللعب. ترجع الكرة لفائدة الترجي ورمي التماس للنادي الافريقي. شكري زعلان. سقوط ثنائي لكل المسليتي والمساوي. المساوي اللي عنده كرة حاليا ورمي التماس للإفريقي. تنفذ داخل منطقة الجزاء. تراوري باليمين وترجع الكرة مرة أولى ثم مرة ثانية. وماذا يقول الحكم؟ يقول تسلل فعلا. تسلل السلامي. لم يتخلى منذ حين دقيقة 71 مكان نيام بن زكري. ولا الكشتر ظهير أيسر بل مولي يلعب على رواق الأيسر في وضع هجومي أكثر، إنما المحوري حافظ على تركيبته المرزوقي لبكشتر، بينما زعلاني ظهير أيمن. المولي سلام ترجع كرة مراد المالكي. كمال زعيم يحضر للتسديد ربما يسدد فعلا عند بومنيجي. علي بومنيجي تراوري ما ياخذهاش، تتعدى في التماس، رجعت من وجهه الصغير. الظهير الايمن للترجي امامنا على الصورة. سلام
كاش توري زعلان 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 يرفع كورة تعدى المساوي طبعا يحب يربح الوقت والمجهود نادي الفريق قاعد يطور في كورة ومن صحته انه المساوي قصير القامة يخش كورة مع محور دفاع الترجي الترجي اللي يهاجم حي عن طريق احمد بن يحيى يوزع توزيعة ذكية وياخذها الحارس بومنيجل ويلمسها ماركوس ضربة مرمى للنادي الافريقي ضربة مرمى للنادي الافريقي تتعقد الامور اكثر بالنسبه للنادي الافريقي بما انه استوفى حقه بالتغيير وعنده زوج لاعبين محور فقط من مكشر يتوجع نسبيا بل انه سيقوم بالعلاج فهل يتمكن من مواصله اللقاء واخر كان بين الفين الاخرى من اسبوع الى اخر يتغيب لنفس السبب عنده بعض الاشكاليات العضليه محمد المكشر امامنا تعود الكره اذا بضربه مرمى علي بومنيجل والرفيقي في نقص عددي للاعبين نقص عددي هذا كمسبب بالنسبه لوسام بن يحيى الذي اقصي في الشوط الاول ونقص عددي في انتظار استكمال علاج المكشر رمي التماس للترجي الرياضي بل ضربة مخالفة نفذها المالكي وعاد الزعلان للمحور لمساندة مرزوقي رمي التماس للنادي الافريقي سلامي زعلان زعلاني يهرب المساوي خطير سريع المساوي داخل منطقة الجزاء المساوي خير الحال الفردي وضربة ركنية كان زميله سليتي وجه على خط 6 أمتار خير الحال الفردي من زاوية ما وقتها دخل الدفاع لأنه كان قام مجهود بدني سريع توغل هاي الإعادة ولكن خير يسدد من موقع صعب جدا وسليتي كان على خط 6 أمتار حل من الحلول لكن المتفرج فارس كما يقولوا ضربة ركنية للنادي الافريقي اسامة السلامي السلامي وياخذها حمدي القصراوي حمدي الحباوي طبعا ما زال يستكمل مراحل العلاج مكشر اللي رجع قد يخطئ وقد لا يخطئ فعلا لانه طبعا مازال يرجع والكرة جاته فاجأته فالحل اللي فيه مجاز فاختاره ونجح فيه للحارس علي بنيجل ترجع الكرة إذا معاكسة مكشر بالفعل. أحمد بن يحيى، أحمد بن يحيى يستعد، أحمد بن يحيى هي عالية ضربة مرمى بعيدة. ضربة مرمى لفائدة النادي الإفريقي. أحمد بن يحيى كان أمامنا على الصورة قلت مولود في 585 لاعب شاب. ترى كرة من جوهر بل كمال الزعاي ترجع من دفاع الترجي مراد المكي بالتحديد تفتك لمراد المكي لكن المتابعه غير موجوده من محمد السليتي المكي اذا 30 سنه لاعب دولي سابق اذا وتنبيه من عاطف يعقوب على ملتقط الكره حتى لا يضيع الوقت ترجع كرة من ترجي رياضي التونسي جوزي كليتون على الرباط الايسر يكمل الكرة يواصل الهجوم تقطع تمشي للسلامي السلامي الى المساوي المساوي يراوغ ممتاز وضربة مخالفة ضربة مخالفة للنادي الافريقي كانت مخالفة ارتكبها زياد البحايري والانذار للبحايري بالفعل كان محاولة الهروب اذا البحايري توجه له انذار تنفذ وياخذها القصراوي ثقة كبيرة هذا الحارس الشاب والاخر مراد الماكي
جمع صغير صغير يتوغل الصغير حافظ على كورت على مولي صغير يحب يوزع ضربة مرمى لفائدة النادي الإفريقي. درامان تراوري يتعدى محمد السليتي تقطع ورمي التماس لفائدة بل هناك تسلل بإشارة من المساعد الثاني السيد أرمو بارو السويسري هو الآخر. دخلنا في الدقيقة 82 من المباراة ودائما الترجي يتقدم على الإفريقي بثلاث أهداف مقابل صفر. سجل الأهداف ماركوس دو سانتوس في الدقيقتين 13 و18 وكمال زعيم في الدقيقة 30 في ضربة جزاء. في الحقيقة حتى الهدف الثالث كانت عنده نسبة كبيرة من المسؤولية فيه ماركوس لأنه هو كان وراء ضربة الجزاء بعد تسديدته اللي أبعدها بيده وسام بن يحيى عن المرمى. ترجع كورة وسام السلامي درامان تراوري درامان تراوري درامان تراوري درامان تراوري يرفع كرة في العمق نحو سليتي والمساوي ويلتحق المساوي في الأخير. إمرار إلى السلامي ماذا يفعل السلامي؟ التمرير داخل منطقة الجزاء ويتدخل الدفاع يتدخل نوانيري ويبعد الكرة وما تخرج تماس تصبح هجوم عاكس لعصام جمع. عصام جمع عصام جمع عصام جمع قدامه ثلاثة مدافعين حاب يبعد لكن طول الكرة أكثر من اللازم. وابو منيجل يكون روح رياضية رغم أنه منهزم بثلاثة أهداف مقابل صفر فريق فإنه أخرج الكرة في التماس حتى يمكن لاعب من الترجي على ما يبدو اللاعب الشاب أحمد بن يحيى واقع على خط منطقة الجزاء للإفريقي أو أمامنا. قلت كلا الفريقين استوفوا تعويضاتهم وأي إصابة قد تكلف نقص عددي في هذا الفريق أو ذاك. مبدئيا أحمد بن يحيى سينقل للعلاج خارج الميدان. لا قاعد يتلقف في الاسعافات داخل الميدان بينما نعيش 7 دقائق الاخيره من هذا اللقاء. والتقدم دائما للترجي بثلاث اهداف مقابل صفر في هذا الديربي 15 بالنسبه الى منافسات الكاس. كنت قلت 9 انتصارات للافريقي او كؤوس أو دور أدوار نهائية مقابل 5 للترجي. لكن نسير منطقيا رغم أسرار الكرة منطقيا في ظل العوامل العديدة التي تخدم ضد النادي الإفريقي على مستوى الكرة. وطبعا من الصعب أن نجد رجوع نتيجة بثلاث أهداف في ظرف 5 دقائق. وهناك تسلل مجدد لمحمد الزديدي. قلت يسير نحو الانتصار السادس في الكاس على حساب منافسه وجاره النادي الافريقي الترجي الرياضي. والتسللات 3 مقابل 2 يعني الترجي والافريقي. ترجع الكره من دفاع الافريقي خالد المولي يلعب خطة ظهير أيسر في هذا الشوط الثاني خصوصا منذ خروج جان بن زكري. أسامة السلامي تمريرة باهية نحو درامان تراوري ترجع من الدفاع إلى باب توري. مولي سلامي ثم إلى درامان وهناك التسلل الآخر. تسلل لفائدة الترجي الرياضي التونسي. نعيش في الدقائق 5 الأخيرة دون اعتبار الوقت بدل الضائع. وإذا كان تناقص العدد في أواخر الشوط الأول بالنسبة إلى جمهور الإفريقي فإنه تضاءل كثيرا مع أنه تقريبا قد آمن بمصير هذا اللقاء. جمهور الإفريقي الذي قدم عروض ممتازة في دخول الفريقين للمباراة
شأن شأن جماهير الترجي. وفي كل مرة نرى مهرجان كبير على المدرجات، ومنذ 10 سنوات تقريبا لم تعد هذه المهرجانات الكبيرة بدعة بين جماهير الفريقين وفرق تونسية عموما خصوصا لها الكبرى. الجمهور قد يكون قام بما عليه، لكن اللاعبين اليوم بالنسبة للنادي الافريقي لم يكونوا في يومهم. تعود الكرة لصالح الترجي، هجوم سريع، احمد رياح اللي عاد لاباس، تقطع الكرة، حمدي المرزوق، بابتوري يروض بالصدر، يحافظ على الكورت، يرجع إلى الوراء، محمد المكشف يخليها إلى علي بومنيج نحو محمد السليتي، يأخذها نوانيري، مناري، مناري سكمانية في وسط ميدان الترجي الرياضي يا جوهر المناري، تعدى الكورت، الهجوم المعاكس، مراكي إلى بن يحيى، خطير البحيري، تسديد بالقدم مرة ثانية، هدف رابع، هدف رابع عصام جمعة، وترتد بين الحارس والدفاع ثم الحارس ثم عصام جمعة لا يتسامح. والهجوم بدأه الشاب أحمد بن يحيى، هدف رابع يؤكد انتصار الترجي في الدقيقة 87. قلت من المرات القليلة وأربع أهداف مقابل صفر كانت مرسومة، ولست أدري كان هذا المتكهن يعني نقول كذب المنجمون ولو صدقوا، ولكن أربع أهداف مقابل صفر ورفعت بعد الهدف الرابع. وطبعا الحرفي لزملاء التقنيين ومخرج هذا اللقاء توفيق العليمي كان حاضرا. اذا هدف الرابع للترجي الرياضي التونسي في سيناريو كنت قلت منذ الشوط الاول لم يكن لسمير السليم ولا لاكبر متشائمين ان يتصوروا حتى في الاحلام، والترجي يستحق هذه النتيجة نظرا للأداء الكبير والممتاز الذي قدمته عناصره أسبقية الشوط الأول، والنقص العددي أثرت كثيرا رغم التحسن النسبي لأداء الإفريقي في الشوط الثاني. زعي، كمال زعي، كمال زعي، تقطع الكرة وضربة مخالفة الترجي التونسي بعد تدخل الزعلاني. ضربة مخالفة للترجي الرياضي التونسي تتنفذ إلى عصام الجمعة صاحب الهدف الرابع في هذا اللقاء، لكن تطول عليه الكرة أكثر من اللازم. ضربة مرمى لفائدة النادي الإفريقي، عصام الجمعة كان أمامنا على الصورة، توج مجهود والبدني الكبير والفني أيضا، هو رجل المباراة في رأيي الشخصي، توجه بهدف رابع للترجي الرياضي التونسي. محمد البكشت يرفع الكرة تتعدى إلى حمدي القصراوي، حمدي القصراوي يستعد ليرجع الكرة من ضربة مرمى، والمباراة تشق أدراجها نحو النهاية، والترجي يسير نحو ملاقاة ترجيين آخر في العرس النهائي، ودقيقتين كوقت بدل ضايع في هذا الشوط الثاني. وضربة مرمى لفائدة النادي الافريقي، وحمدي المرزوقي لابد ان يكون اكثر هدوء مع لاعب شاب مثل احمد بن يحيى. ترجع كرة لفائدة النادي الافريقي، خالد المولي، وبطبيعة الحال اللاعبين الافريقي ما عندهمش على شيء يخجلوا باعتبار انه ديربيات ليست احكام، وفي هذا العام يعني الاهلي انتصر على الزمالك ذهابا واياب، رباعيه في الذهاب وثلاثيه في الاياب، وانتصر بسداسيه على الاسماعيلي، يعني يحصل هذا
يكون فريق مش بنهارو. ترجع كل فائدة الترجي الرياضي التونسي. تمشي لجوزي كلايت. جوزي كلايت. عصام جمع. يتوغل. وقد ينذره الحكم بالفعل. لأنه في غنى عن السقوط. في مباراة ما زالت فيها دقيقة باعتبار الوقت بدل الضائع اللي اضافه الحكم غويدو ويند هاربر السويسري. وانذار بالفعل لعصام جمع. ورغم النتيجة العريضة فإن المباراة نظيفة من حيث الروح الرياضية في الحقيقة. حتى الانذارات والإقصاءات فهي في العموم في إطار الكورة، لم تخرج إطلاقا عن الروح الرياضية رغم النتيجة العريضة، وهذا ما نريده لكرتنا. وبين رائدي كرة القدم التونسية إلى جانب النجم والنادي الفارسي ماركوس دو سانتوس في لقطة استعراضية. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم السويسري غويدو ويلب هاربر عن انتهاء مباراة الترجي التونسي والنادي الافريقي بترشح الترجي للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وهو الترشح الخامس عشر أو سيلعب النهائي الخامس عشر. الأهداف ماركوس دو سانتوس في دقيقة 13 ودقيقة 18 وكمال زعيم بضربة جزاء دقيقة 30 وعصام جمع في الدقيقة 87. هكذا ينتهي هذا اللقاء. مبروك الترجي، حظ أوفر الإفريقي. أجمل تحية خليفة جبالي إليك حسن الزغدودي كان معك ضيف. شكرا محمد. خليفة بتاع